رواية الأبلة لصاحبها دوستويفسكي، الجزء الأول، الفصل السابع. حين صمت الأمير كان الجميع ينظرون إليه فرحين، حتى أجليا، ولكن الفرح كان واضحا في وجه إليزابيث بروكوفيفنا خاصة. هتفت تقول: هذا هو الامتحان، فيا أيتها الآنسات، أنتن اللواتي كنتن تقدرن أن تحمينه حمايتكن لفتى صغير مسكين، ها هو ذا قد تقدم عليكن فأبهجكن، ثم تحفظ فلم يعد بالمجيء إليكن إلا نادرا. ها نحن أولا جميعا غبيات، وإنه ليسعدني ذلك، لكن أغبانا وأدعانا إلى الضحك منه والسخرية به إنما هو إيفان فيدروفيتش. مرحى يا أمير، منذ حين كان قد صدر أمر بامتحانك، أما ما قلته عني من النظر في وجهي فهو الحقيقة بعينها. أنا طفلة وأنا أعرف ذلك، وكنت أعرف ذلك قبل أن تعرفه أنت. لقد أحسنت الإفصاح عن رأيي بكلمة واحدة، إنني أجد طبعك شبيها بطبعي من جميع النواحي، وإني لسعيدة بهذا. نحن كقطرتي ماء تشابها، مع فرق واحد هو أنك رجل وأنني امرأة، وأنني لم أكن بسويسرا يوما، ذلك هو الفرق كله. هتفت أجلايا تقول: لا تتعجلي كثيرا يا ماما، لقد قال الأمير منذ هنيهة إنه في جميع ما أصر به إلينا كان يبيت فكرة، وإنه لم يتكلم عبثا ولهوا. وقالت الأختان ضاحكتين: نعم نعم، لا تسخرن يا عزيزاتي، قد يكون أمكر منكن أنتن الثلاث مجتمعات، لسوف ترين. ولكن لماذا لم تقل شيئا عن أجلايا يا أمير؟ إن أجلايا تنتظر، وأنا أيضا أنتظر. لن أقول شيئا الآن، سأقول فيما بعد. لماذا؟ يخيل إلي أنك لاحظتها ملاحظة كافية. آه نعم نعم، لاحظتها كثيرا، أنت آية من آيات الجمال يا أجلايا إيفانوفا، إنك تبلغين من الجمال أن المرء لا يجرؤ أن ينظر إليه. قالت الجنرالة ملحة: أهذا كل شيء؟ وطبيعتها، يصعب على المرء أن يقذف الجمال برأي، لم أتهيأ لهذا بعد، الجمال لغز. تدخلت أديرايت قائلة: معنى هذا أنك تلقي على أجلايا لغزا أو أحجية؟ حاولي أن تحذري يا أجلايا، ولكن أليست جميلة يا أمير؟ أجاب الأمير بحرارة وهو ينظر إلى أجلايا معجبا: جميلة جمالا خارقا، تكاد تكون في مثل جمال ناستاسيا في لوبوفانا، رغم أن وجهها مختلف جدا. نظرت النساء الأربع بعضهن إلى بعض مدهوشات، وسألته الجنرالة: من؟ ناستاسيا في لوبوفانا؟ أين رأيت ناستاسيا في لوبوفانا؟ أية ناستاسيا في لوبوفانا؟ منذ قليل كان جبريل ألدانيونيتش يوري إيفان فيدروفيتش صورتها. كيف؟ حمل إلى إيفان فيدروفيتش صورتها ليريه الصورة. إن ناستاسيا فيلوبوفانا قد أهدت اليوم صورتها إلى جبريل أردليونيتش، فجاء بها هذا إلى الجنرال ليريه إياها. صاحت الجنرالة تقول: أريد أن أرى الصورة، أين هي تلك الصورة؟ إذا كانت قد أهدتها إليه هو، فلا بد أنه محتفظ هو بها، ولا بد أنه الآن في حجرة المكتب. إنه يأتي للعمل هنا في جميع أيام الأربعاء، ولا ينصرف قبل الساعة الرابعة. أحضروا جبريل أردليونيتش حالا. بل لا تحضروه، فلست أموت شوقا إلى رؤيته. يا أمير يا صديقي، هل لا تلطفت فذهبت إلى حجرة المكتب فأخذت تلك الصورة منه ثم جئتني بها إلى هنا؟ قل له من فضلك إنني أريد أن أرى الصورة. قالت أديلايد بعد أن خرج الأمير: لا بأس به، لكنه بسيط مسرف في البساطة قليلا. فقالت ألكساندرا مؤيدة: نعم، مسرف في البساطة قليلا، حتى لا يصبح من ذلك مضحكا بعض الشيء. لا الأولى ولا الثانية، كان يبدو عليها أنها تفصح عن كل رأيها وتعبر عن كل ما يخالج نفسها. قالت أجليا: ومع ذلك عرف كيف يحسن التصرف حين تحدث عن وجوهنا، مدحنا جميعا وسرنا جميعا حتى ماما. صاحت الجنرالة تقول: لا تتخابتي، ولم يمدحني، ولكن أنا التي شعرت بأنني مدحت. سألت أديلايد:
هل تظنين أنه كان يحاول أن يحسن التصرف ويصل إلى الهدف؟ يخيل إلي أنه ليس بسيطا إلى الحد الذي يظن فيه. قالت الجنرالة غاضبة: ها هي دي تعيد الكرة. في رأيي أنا أن كنا أدعى منه إلى الضحك عليكن. صحيح أنه ساذج قليلا، لكنه يعرف ماذا يريد. أقول هذا بأنبل معاني هذا التعبير، ومثلي تماما. قال الأمير يحدث نفسه نادما وهو ذاهب إلى حجرة المكتب: لا شك أنني أخطأت إذ جئت على ذكر تلك الصورة، ولكن لعلني أحسنت إذ تكلمت عنها مع ذلك. إن فكرة غريبة قد أخذت تومض في ذهنه، وإن لم يكن بعد واضحة كل الوضوح. إن جبريل أردليونيتش ما يزال في حجرة المكتب غارقا في أوراقه. كان يبدو عليه أنه يستحق فعلا الرواتب التي كان يتقاضاها من شركة الأسهم، واضطرب إلى أقصى حدود الاضطراب حين طلب منه الأمير الصورة، وروى له كيف علم هنالك بوجودها، وصاح يقول غاضبا حانقا مقهورا: آه آه، ما كانت حاجتك إلى تلك الثرثرة كلها؟ ثم تمتم يقول من بين أسنانه: أنت لا تعرف شيئا، أنت أبله. قال الأمير: متأسف، قلت ما قلته دون تفكير. أثناء الحديث قلت إن أجلايا تكاد تكون في مثل جمال ناستاسيا فيلوبوفانا. سأله جانيا أن يقص عليه الأمر بالتفصيل، ففعل الأمير، فألقى عليه جانيا نظرة ساخرة وذمدم يقول: أنت مغرم بناستاسيا فيلوبوفانا طبعا. ولكنه لم يكمل كلامه وشرد فكره، كان واضحا أنه قلق. وذكره الأمير بأن الجنرال تطلب منه الصورة. قال جانيا فجأة كأن فكرة المباغتة قد وافته: اسمع يا أمير، هناك معونة ضخمة أحب أن أطلبها منك، ولكنني حقا لا أدري. اضطرب جانيا ولم يكمل كلامه، كان يبدو نهيا لصراع داخلي. كان يبدو نهبا لصراع داخلي، وكان يلوح عليه التردد في اتخاذ قرار. انتظر الأمير صامتا، وعاد جانيا يزور الأمير بنظرة ثابتة فاحصة متفرسة، ثم بدأ يتكلم ثانية فقال: يا أمير، إنني الآن لسبب من الأسباب، سبب غريب كل الغرابة، بل سبب مضحك لست مسؤولا عنه، وهذا على هامش المسألة. على كل حال أقول إنني الآن فيما أظن مؤاخذ قليلا هناك، لذلك قررت أن أغيب مدة من الوقت إلا إذا دعيت، لكنني مع ذلك في حاجة قصوى إلى أن أكلم أجلايا إيفانوفا. لقد كتبت بضعة أسطر. كان جانيا يحمل بيده ورقة مطوية، ولكني لا أدري كيف أوصيها إليها، فهل لك يا أمير أن تحمل هذه الورقة إلى أجلايا إيفانوفا فورا؟ ولكن إلى أجلايا إيفانوفا وحدها، أي دون أن يرى أحد ذلك. هل تفهمني؟ ليس الأمر أمر سر كبير، ليس هناك أي شيء يمكن أن، ولكن هل تصنع لي هذا؟ أجاب الأمير: لا يسرني هذا كثيرا. فألح جانيا قائلا: آه أمير، المسألة بالغة الخطورة بالنسبة إلي، وقد تجيبني أجليا. صدقني، إذا كنت أتجه إليك وأستعين بك فلأن المسألة بالغة الخطورة. من ذا الذي يمكنني أن أكلفه بإيصال الرسالة إليها سواك؟ إن المسألة ذات خطورة، خطورة رهيبة. بالنسبة إلي، كان وجه جانيا يعبر عن خوف بلغ من الفظاعة والهول. أن الأمير لم يرفض، وأجاب يقول وهو ينظر إلى جانيا نظرة إشفاق: طيب، سأنقلها. فقال جانيا ضارعا وقد اطمأن روعه: ولكن يجب أن لا يلاحظ أحد، وإني لا أعتمد على هذا الشرف الذي تقطعه على نفسك يا أمير، أليس كذلك؟ قال الأمير: لن أري الرسالة أحد. أفلت من جانيا لفرط تعجله قوله: ليست الورقة مختومة. ولكن ثم أمسك عن إتمام كلامه خجلا مضطربا، فأجابه الأمير ببساطة: لن أقرأها. وأخذ الصورة وخرج من حجرة المكتب. فلما أصبح جانيا وحيدا أمسك رأسه بيده وقال يحدث نفسه: كلمة واحدة منها تكفي، فربما أقطع عندئذ صلتي بي. كان من شدة انفعاله أثناء الانتظار لا يستطيع أن يعود إلى أوراقه، وأخذ يدرع الغرفة من ركن إلى ركن. وكان الأمير يمشي شارد اللب،
لقد أدهشه إدهاشا مزعجا أن يكلف بهذه المهمة، بل إن مجرد تصوره رسالة يبعث بها جانيا إلى أجلايا كان يسوءه. لكنه قبل أن يصل إلى الصالون قاطعا إليه حجرتين، توقف فجأة كمن تذكر شيئا ما وألقى نظرة على ما حوله، ثم اقترب من النافذة التماسا لمزيد من الضوء، وأخذ ينعم النظر في صورة ناستاسيا فيلوبوفانا. كان كمن يحاول أن يحذر شيئا يختبئ في هذه الصورة وقد خطف انتباهه منذ قليل. لم يتركه ذلك الشعور الذي قام في نفسه حينئذ، ولكنه يحاول الآن أن يثبت منه فيما يظهر. إن هذا الوجه الخارق بجماله وبشيء آخر يخطف الآن انتباهه بمزيد من القوة. إن فيه كبرياء وعجبا، وإن فيه احتقارا وازدراء، بل يكاد يكون فيه كره وبغض، غير أنه يعبر في الوقت نفسه عن ثقة وبراءة وسذاجة غريبة، حتى إن هذا التضاد نفسه يوقظ في النفس شيئا من العطف والشفقة. ثم إن هذا الجمال الذي يبهر الأبصار لا يكاد يطاق، جمال الوجه الشاحب ذي الخدين الخاسفين قليلا والعينين الساطعتين، إنه جمال غريب. تأملها الأمير لحظة ثم ثاب إلى نفسه فألقى نظرة حواليه، وها هو ذا يقرب الصورة من شفتيه بحركة سريعة فيقبلها. حين دخل الأمير الصالون بعد قليل كان وجهه هادئا كل الهدوء، ولكنه قبل ذلك ما إن صار في قاعة الطعام قبل الصالون بحجرتين، حتى كاد يصطدم عند الباب بأجلايا داخلة. لقد كانت وحيدة، قال لها وهو يمد إليها الرسالة: رجاني جبريل أردالونيتش أن أنقل إليك هذا. فتوقفت أجلايا وتناولت الورقة وألقت على الأمير نظرة غريبة. لم يكن في هذه النظرة أي اضطراب أو خجل، كل ما هنالك شيء قليل من دهشة، حتى إن هذه الدهشة هي دهشة من الأمير وحده. فكأن أجلايا كانت بهذه النظرة تطالب الأمير بأن يشرح لها كيف وجد نفسه مقحما في هذه القضية، وتطالبه بذلك في هدوء وتعال. وارتسم على وجهها أخيرا شيء من سخرية، وابتسمت ابتسامة خفيفة ومرت. تأملت الجنرالة صورة ناستاسيا فيلوبوفانا خلال مدة من الوقت صامتة مع شيء من الاحتقار، وكانت ممسكة بالصورة أمامها مادة ذراعيها إلى مسافة بعيدة مسرفة في البعد، ودمدمت تقول أخيرا: نعم هي جميلة، بل هي جميلة جدا، لقد رأيتها مرتين ولكن من بعيد. ثم اتجهت إلى الأمير فقالت له: إذا هذا هو نوع الجمال الذي تحبه؟ فأجاب الأمير بشيء من الجهد: نعم هذا هو، أقصد هل هو هذا بعينه؟ نعم هو بعينه. لأي سبب؟ دمدم الأمير يقول رغم إرادته تقريبا، كأنه يكلم نفسه ولا يجيب أحدا: في هذا الوجه ألم كبير وعذاب عظيم. قالت الجنرالة: على كل حال قد لا يكون هذا عندك إلا هذيانا. ورمت الصورة على المائدة بحركة كبيرة متعالية، فتناولت ألكساندرا الصورة واقتربت منها أديلايد، وأخذت البنتان تنعمان النظر فيها معا. وفي تلك اللحظة عادت أجلايا. هتفت أديلايد تقول فجأة وهي تنظر إلى الصورة بشراهة من فوق كتف أختها: يا لها من قوة. فسألتها إليزابيث بروكوفيفنا بخشونة: أين؟ أية قوة؟ فقالت أديلايد بحرارة: إن جمالا كهذا الجمال لهو قوة، إن جمالا كهذا الجمال يمكن أن يقلب العالم. وعادت إلى مسند لوحتها شاردة الذهن مفكرة. لم تلقي أجلايا على الصورة إلا نظرة عابرة، فجعدت عينيها ومطت شفتها السفلى ومضت تجلس منزوية عاقدة ذراعيها على صدرها. دقت الجنرالة الجرس، فدخل خادم فقال له: ادع جبريل أردالونيتش، هو في حجرة المكتب. فهتفت ألكساندرا تقول: ماما. فقالت الجنرالة حاسمة مانعة كل جواب: أريد أن أقول له كلمة، كفى. كان واضحا أنها مهتاجة، والتفتت إلى الأمير فقالت له: هل ترى يا أمير، لم يبق عندنا هنا إلا أسرار، لا شيء إلا الأسرار، يظهر أن هذا لا غنى عنه،
إن للغباوة وذلك في أمر يقتضي منتهى الصراحة والوضوح والصدق والاستقامة. هناك مشروعات جواز وليست تعجبني هذه المشروعات. أسرعت ألكساندرا توقفها عن الكلام من جديد قائلة: ماما، ماذا جرى لك؟ ماذا تريدين يا ابنتي العزيزة؟ أهي ترضيك أنت هذه المشروعات؟ لا مانع أن يسمع الأمير، فنحن أصدقاء، أنا وهو على الأقل صديقان. إن الله يبحث عن الأخيار، أما الأشرار وأصحاب النزوات فما أكثرهم، ولا سيما أصحاب النزوات أولئك الذين يقررون اليوم شيئا ويفعلون في الغد شيئا آخر. هل تفهمين عني يا ألكساندرا إيفانوفنا؟ هن يقولن: يا أمير، إنني غريبة الأطوار، في حين أنني أستطيع أن أميز الأمور، ذلك أن العبرة بالقلب، أما ما عدا ذلك فسفاسف. صحيح أن الذكاء لازم أيضا، بل قد يكون الذكاء أهم شيء. لا تضحكي ساخرة يا أجليا، فأنا لا أتناقض، فإن الحمقاء التي لها قلب وليس لها ذكاء لا تقل شقاء عن حمقاء لها ذكاء وليس لها قلب. هذه حقيقة قديمة، فأنا الحمقاء التي لها قلب وليس لها ذكاء، وأنت الحمقاء التي لها ذكاء وليس لها قلب، وذلك هو السبب في أننا كلتينا شقيتان، وفي أننا كلتينا نتألم ونتعذب. لم تستطع أدلائيد أن تكبح جماح نفسها بعد أن كانت بين جميع الحاضرات أكثرهن احتفاظا بمزاحها المرح الفرح، فقالت: ما الذي يشقيك يا ماما؟ فقالت الجنرالة حاسمة: يشقيني أولا أن لي بنات متفهقات كثيرا، ولما كان هذا كافيا فلا داعي إلى أن أفيض في الكلام على ما عداه، كفى ثرثرة، سنرى كيف تحسنان التصرف كلتاكما، ولست أعد أجليا بما تملكان من قوة فكر، وسنرى هل ستستطيعين أنت يا ألكساندرا إيفانوفنا المدهشة أن تكون سعيدة مع صاحبك السيد النبيل. وإذ رأت جانيا داخلا صاحت تقول: آه، وهذا عرس آخر. وحيا جانيا فأجابته دون أن تدعوه إلى الجلوس: صباح الخير. هي إذن ستزف. فتمتم جبريل أردانيونيتش يقول مبهوتا مسعوقا: أزف؟ كيف هذا؟ كيف أزف؟ لقد اضطرب اضطرابا فظيعا، أقصد ستتزوج، ذلك ما أسألك عنه إذا كان هذا التعبير يرضيك أكثر. فكذب جبريل أردانيونيتش قائلا وقد احمر وجهه من الخجل: لا 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 لن لن. وألقى نظرة سريعة على أجليا التي كانت ما تزال منتحية، ثم أشاح وجهه بسرعة. كانت أجليا تنظر إليه بهدوء وبرود دون أن تحول عنه بصرها، وكانت تراقب اضطرابه. ألحت إليزابيت بروكوفيفنا اللجوجة تسأله: لا؟ تقول: لا، يكفي، سأتذكر أنك في صباح يوم الأربعاء قد أجبت عن سؤالي بقولك لا. في أي يوم نحن؟ ألسنا في يوم الأربعاء؟ أجابت أديلايد: أظن أنه يوم الأربعاء يا ماما، لا أحد يعرف الأيام والتواريخ، في أي يوم من أيام الشهر نحن؟ قال جانيا: في اليوم 27. في 27؟ هذا تاريخ مناسب من بعض النواحي. طيب، أستودعك الله، عندك أعمال كثيرة فيما أظن، وأنا يجب علي أن أرتدي ثيابي لأخرج. استرد هذه الصورة وانقل تحيتي إلى أمك المسكينة نينا ألكساندروفنا. إلى اللقاء يا أمير، يا صديقي، يا صديقي، زرني كثيرا. أما أنا فإنني ذاهبة إلى العجوز بيلوكونسكايا خصيصا لأكلمها عنك. واسمع يا عزيزي، إنني أؤمن صادقة بأن الله إنما أرسلك من سويسرا إلى بيترسبورغ من أجل أنا، قد تعمل شيئا آخر، ولكنك بعثت إلى هنا من أجل أنا خاصة، الله هو الذي شاء ذلك. إلى اللقاء يا عزيزاتي، ألكساندرا تعالي إلي يا صديقتي. وخرجت الجنرالة وتناول جانيا الصورة من على المائدة مضطربا طائش العقل ممتلئ النفس حقدا، ثم التفت نحو الأمير وهو يبتسم ابتسامة مصطنعة: أنا عائد إلى بيتي يا أمير، فإذا كنت ما تزال تنوي أن تقيم عندنا فسأقودك إلى هناك، فإنك لا تعرف العنوان. قالت أجليا وهي تنهض عن مقعدها: لحظة يا أمير، عليك أن تكتب شيئا في دفتري، بابا يدعي أنك خطاط، سأجيئك بالدفتر.
قالت أديلايد: إلى اللقاء يا أمير، أنا أيضا منصرفة. وصافحت الأميرة مصافحة قوية وابتسمت له ابتسامة فيها لطف ومودة ومحبة، وخرجت دون أن تلقي على جانيا نظرة واحدة. قال جانيا وهو يصرف بأسنانه ويهرع نحو الأمير: أنت الذي ثرثرت فجئت على ذكر زواجي، يا لك من ثرثار وقح. بهذا جمجم جانيا متعجلا بصوت خافت، وقد استعر وجهه سخطا وحنقا، والتمعت عيناه خبثا وشرا. أجابه الأمير بأدب هادئ: أؤكد لك أنك مخطئ، لقد كنت أجهل كل الجهل أنك ستتزوج. لقد سمعت إيفان فيدروفيتش يقول منذ قليل إن كل شيء سيقرر هذا المساء في منزل ناستاسيا فيلوبوفانا، وهذا ما نقلته إليهن. أنت كذب، أن لهن أن يعلمن النبأ بغير ذلك. من ذا الذي كان يمكن أن يبلغهن النبأ سواك؟ ألم تشير العجوز إلى هذا إشارة مباشرة؟ أنت أقدر مني على ألا تعرف من عساه أطلعهن على النبأ. إذا كنت تحس حقا أن قد كان ثمة إشارة، أما أنا فلم أقل كلمة واحدة. قاطعه جانيا يسأل محموما: هل نقلت رسالتي؟ ماذا كان الجواب؟ ولكن أجلايا دخلت في تلك اللحظة نفسها، فلم يتسع وقت الأمير لأن يجيب. قالت أجلايا وهي تضع دفترها على المائدة: إليك الدفتر يا أمير، فاختر منه صفحة واكتب لي شيئا. هذه ريشة جديدة من كل الجدة، لا ضير في أن تكون من معدن. لقد سمعت أن الخطاطين لا يستعملون ريشة من معدن. كانت وهي تكلم الأمير كأنما لا تلاحظ حتى وجود جانيا، ولكن بينما كان الأمير يهيئ الريشة ويختار صفحة ويستعد للكتابة، دنا جانيا من المدفأة التي كانت تقف أجلايا قربها على يمين الأمير، وتمتم يقول في أذنها تقريبا بصوت مختلج متقطع: كلمة، كلمة واحدة منك فأنجو. التفت الأمير بحركة سريعة ونظر إليهما كليهما. كان يقرأ في وجه جانيا كرب كبير ويأس هائل، لكنه نطق بتلك الكلمات دون تفكير، كمن يلقي بنفسه في الماء. تأملت أجلايا بضع لحظات بتلك الدهشة الهادئة نفسها التي ظهرت عليها منذ قليل أمام الأمير، فكانت هذه الدهشة وهذه البلبلة اللتين تبدو أنهما ناشئتان عن أن الفتاة لا تفهم شيئا البت مما يقال لها، كانت أشد هولا وأفظع وقعا في نفس جانيا من أعمق احتقار وأكبر ازدراء. سأل الأمير: ماذا يجب أن أكتب؟ فقالت أجلايا وهي تلتفت إليه: سأملي عليك، أأنت مستعد؟ أكتب: أنا لا أصح للمساومات، والآن ضع التأريخ وأرني الكتابة. مد الأمير إليها الدفتر فنظرت فيه وقالت: عظيم، إن لك خطا رائعا، هذا جميل حقا، شكرا، إلى اللقاء يا أمير. ثم أضافت وقد تذكرت شيئا ما لحظة أخرى: تعال سأهدي إليك تذكارا. فتبعها الأمير، ولكن أجلايا وقفت منذ صارت في حجرة الطعام، فمدت إليه رسالة جانيا وقالت له: اقرأ هذا. تناول الأمير الرسالة ونظر إلى أجلايا متحيرا، فقالت أجلايا: أنا أعرف على وجه اليقين أنك لم تقرأها، وأنك لا يمكن أن تكون نجي هذا الرجل وحامل أسراره، اقرأ، إنني أصر على أن تقرأ. كان يبدو أن الرسالة كتبت على عجل. قرأ الأمير: اليوم يتقرر مصيري، تعلمين كيف، اليوم سأضطر أن أقطع على نفسي وعدا لا نقول عنه، وليس لي أي حق في اهتمامك بي، ولست أحمل أي أمل غير أنك نطقت كلمة في ذات يوم، كلمة واحدة، فأنارت تلك الكلمة ظلام حياتي الحالي وأمست منارة لي. قولي لي كلمة أخرى كتلك الكلمة فتنقذيني من الضياع، قولي فقط: اقطع كل صلة، فأفعل ذلك في هذا اليوم نفسه. آه، هل يكلفك باهظا أن تقولي لي ذلك؟ إنني إذ أطلب منك هذه الكلمة لا ألتمس إلا أعلامة اكتراث وشفقة، لا شيء غير ذلك، لا شيء، لا شيء. إنني لا أجرؤ أن أسمح لنفسي بأي أمل، لأنني لا أستحق، لكنني بعد كلمة واحدة منك سأرتضي فقري من جديد.
وسأحتمل حالتي اليائسة فرحا، سأستأنف الكفاح وسيسعدني أن أكافح، وسأبعث بالكفاح بعثا آخرا فأزخر بقوى جديدة. ابعثي إلي بكلمة الشفقة تلك وحدها، لا شيء إلا الشفقة، أحلف لك. ولا يغضبنك تهور رجل يائس، رجل يغرق فيتجرأ أن يقوم بجهد أخير ليتقي الهلاك. جي آي. فلما فرغ الأمير من القراءة قالت أجليا بلهجة قاسية: يزعم هذا الرجل أن كلمة اقطع كل صلة لا يمكن أن تعرضني لشيء، ولا يمكن أن تلزمني بشيء، وما هذه الرسالة كما رأيت إلا نوع من تأكيد مكتوب. لاحظ مدى سذاجته في الإسراع إلى وضع خط تحت بعض الكلمات، ومدى الغلظة في ظهور فكرته المبيتة ونيته المخبأة وراء ذلك، وهو يعلم على كل حال أنه لو قطع كل صلة من تلقاء نفسه بمحض إرادته دون أن ينتظر تشجيعا مني، وحتى دون أن يكلمني في هذا الأمر، ودون أن يستطيع أن يعقد علي أي أمل، لكان من الممكن أن تتحسن عواطفي نحوه، ولكان من الممكن أن أغدو صديقة له، وهو يعلم ذلك حق العلم على كل حال، لكنه رجل دنس النفس، ويعلم ذلك لكنه يطلب ضمانا، إنه لا يستطيع أن يبني عمله على الثقة، إنه يريد أن أعطيه أملا في مقابل 100,000 روبل. أما عن الكلمة التي يزعم في رسالته أنني نطقت بها فأنارت حياته، فذلك كله كذب واختلاق وقح. كل ما هنالك أنني شعرت نحوه بشيء من الشفقة في يوم من الأيام، لكنه رجل وقح لا حياء فيه، فسرعان ما قدر أن في وسعه أن يعقد أملا. لقد فهمت أنا ذلك فورا، وهو منذ ذلك اليوم يحاول أن يوقعني في الفخ، وهذا بعينه ما حاوله في هذا النهار أيضا. ولكن كفى الآن، خذ رسالته هذه وأعدها إليه متى خرجتما من الدار، لا قبل ذلك. وما هو الجواب الذي ينبغي أن أحمله إليه؟ لا جواب طبعا، ذلك خير جواب. إذن أنت تنوي أن تقيم في بيتهم؟ قال الأمير: إن إيفان بيدروفيتش نفسه هو الذي نصحني بهذا منذ قليل، فكن منه إذن على حذر. إنني أنبهك، لن يغفر لك إرجاع هذه الرسالة التي سترجعها إليه. صافحت أجلا يد الأمير مصافحة خفيفة وخرجت، كان وجهها مقطبا مكفهرا حتى أنها لم تبتسم له وهي تحييه برأسها مودعة. قال الأمير يخاطب جانيا: لحظة، أخذ صرتي فورا ثم ننصرف. قرع جانيا الأرض بقدمه من نفاذ الصبر، لقد اسود وجهه حنقا. وأخيرا خرج الاثنان إلى الشارع والأمير يحمل بيده صرته. سأله جانيا وهو يكاد يرتمي عليه: هي الجواب، ماذا قالت لك؟ هل أعطيتها رسالتي؟ فمد إليه الأمير الرسالة صامتا، فتصلب جانيا كالمتجمد وهتف يسأل: كيف رسالتي؟ لم يعطيها الرسالة، كان علي أن أقدر ذلك. لعنة الله عليه. الآن يتضح لي كيف أنها لم تفهم إذن شيئا منذ قليل، ولكن كيف أمكنك ألا تعطيها الرسالة؟ لعنة الله علي. عفوك، إنما حدث هو عكس هذا تماما، لقد سهلت لي الظروف أن أعطيها رسالتك بعد أن أعطيتنيها أنت بلحظة واحدة مع أدق الالتزام بما أوصيتني به. وإذا كانت الرسالة بين يدي الآن، فلأن أجلي قد ردتها إلي منذ هنيها. متى ردتها إلي؟ منذ أن نهيت الكتابة في دفترها فدعتني إلى أن أتبعها. هل سمعتها؟ فلما صرنا في قاعة الطعام مدت إلي هذه الرسالة وطلبت مني أن أقرأها ثم أرجعها إليك. زأر جانيا قائلا: أن تقرأها وقرأتها؟ تجمد جانيا في وسط الرصيف وقد بلغ من الشدة أن فمه ظل فاغرا. قال الأمير: نعم قرأتها، وهي التي أقرأتك الرسالة. هي نفسها؟ نعم هي نفسها، صدقني ما كان لي أن أقرأها قط لولا أنني أمرت بذلك. لبت جانيا صامتا خلال لحظة يبذل جهودا كبيرة من أجل أن يفهم شيئا، ولكنه صاح يقول فجأة: مستحيل، لا يمكن أن تكون قد طلبت منك قراءة الرسالة، أنت تكذب، أنت قرأت الرسالة من تلقاء نفسك.
قال الأمير بتلك اللهجة الهادئة نفسها: لقد قلت لك الحقيقة، صدق أنني آسف أشد الأسف لما أحدث هذا الأمر في نفسك من انزعاج وضيق، ولكن أيها الشقي لابد أنها قالت لك شيئا على الأقل حين أعادت إليك الرسالة، فهل حملتك جوابا ما؟ نعم طبعا، فما بالك لا تتكلم إذن؟ ما بالك لا تتكلم؟ وقرع جانيا أرض الرصيف مرتين بقدمه اليمنى منتعلة جرموقا من مطاط فوق الحذاء. قال الأمير: ما إن أنهت قراءة الرسالة حتى قالت لي إنك تحاول أن توقعها في الفخ، فأنت تريد أن تحصل منها على وعد بأمل، فإذا قويت بهذا الوعد أمكنك أن تقطع الصلة دون خسران، وذلك بأمل مقدار 100,000 روبل. وأضافت أنك لو فعلت دون أن تساومها، أي لو قطعت تلك الصلة من تلقاء نفسك بمحض إرادتك دون أن تطلب منها أي ضمانة سلفا، لكان من الجائز أن تفوز بصداقتك تلك. أظن أن هذا هو كل ما قالته. آه نعم، هناك شيء آخر، فحين سألتها بعد استرداد رسالتك ما جوابها، قالت إن خير جواب هو ألا تعطي جوابا. أظن أن هذا هو ما قالته. سامحني إذا نسيت الألفاظ التي استعملتها هي نفسها نصا، فأنا أنقل إليك ما أظن أنني فهمته. استولى على جانيا غضب لا حدود له، وانفجر حنقه دون أي سيطرة على نفسه، فقال وهو يصرخ بأسنانه: ها هكذا ترمى رسائل من النافذة؟ آه هي لا تصلح للمساومات؟ طيب طيب، ولكنني سأصلح لها أنا، ولسوف نرى. أنا لم أقل بعد كل شيء، لسوف ترى، لتصلنها أخباري. كان يصاعر وجهه، وكان يشحب لونه، وكان يرغي ويزبد ويهدد بقبضة يده ويتوعد، وصار بضع خطوات وهما على هذه الحال لم يتحرج جانيا أمام الأمير أي تحرج، حتى لكأنه خال إلى نفسه في غرفته لأنه لم يكن يعده شيئا مذكورا. ثم توقف وقد فجأته فكرة مباغتة، فقال يسأل الأمير: ولكن كيف أمكنك؟ وأضاف جانيا يقول بينه وبين نفسه: كيف أمكن هذا الأبله؟ كيف أمكن أن تدخل إلى خفايا أمورهن وأن تصبح محل سرهن، ولما ينقضي على معرفتك بهن أكثر من ساعتين؟ كيف هذا؟ لم يكن ينقصه لاكتمال أنواع عذابه إلا أن تضاف إليها الغيرة، وها هي ذي الغيرة تعض الآن قلبه على حين. فجأة شابه الأمير قائلا: هذا لا أستطيع أن أعلله لك. فرشقه جانيا بنظرة خبيثة شريرة وقال له: أمن أجلي أن تهدي إليك ثقتها إنما دعتك إذن إلى قاعة الطعام؟ لقد قالت إنها تريد أن تهدي إليك شيئا، أليس كذلك؟ لا أفهم الأمر على غير هذا الوجه، ولكن لماذا؟ حقا إنه لأمر عجيب. ماذا فعلت هنا؟ كيف استطعت أن تحظى بإعجابهن؟ اسمع. كان جانيا يضطرب بكل قواه، وكان كل شيء في نفسه مشوشا يغلي ويفور، فهو لا يستطيع أن يفلح في جمع شتات أفكاره، وتابع كلامه فقال: اسمع، ألا تستطيع أن تحاول أن تتذكر كل ما حدث فيه، وأن تعيده مرتبا منظما متسلسلا، وأن تذكر كل ما قيل من البداية إلى النهاية؟ ألم تلاحظ شيئا يمكنك أن تتذكره؟ أجاب الأمير: أوه هذا سهل، منذ البداية، منذ دخلت وتم التعارف تحدثنا عن سويسرا، دعنا من سويسرا، فلتذهب سويسرا إلى جهنم، ثم تحدثنا عن عقوبة الإعدام، عن عقوبة الإعدام؟ نعم عرضا، ثم وصفت لهن السنين الثلاثة التي عشتها هناك، وقصصت عليهن قصة القروية المسكينة، فلتذهب القروية المسكينة إلى جهنم، أكمل. كان جانيا يدبدب بقدميه من نفاذ الصبر وشدة التململ، وتابع الأمير كلامه فقال: ثم ذكرت لهن كيف أن شنايدر أطلعني على رأيه في طبعي ودفعني إلى، فليذهب شنايدر إلى جهنم، لا تهمني آراؤه. وبعد ذلك، بعد ذلك أخذت أتكلم عن الوجوه، لا أدري بأي مناسبة، أقصد عن تعبير الوجوه، فقلت لأجليا إيفانوفنا إنها في مثل جمال ناستاسيا في روكوفانا تقريبا، وعندئذ إنما أفلتت من لساني كلمات عن الصورة، ولكنك لم تنقل إليهن ما كنت قد سمعته في حجرة المكتب، أليس كذلك؟ لم تنقله إليهن.
أكرر لك أنني لم أنقله إليهن، ولكن عجيب، ألم تطلع أجل يا أمها على الرسالة؟ أستطيع أن أضمن لك أنها لم تطلعها عليها، إنني لم أتركهن لحظة، ثم إنها لو أرادت أن تطلعها عليها لم أتسع الوقت لهذا، ولكن لعل شيئا حدث ولم تلاحظه. ثم صاح جانيا يقول وقد خرج عن طوره تماما: يا لأبله النحس، إنه عاجز حتى أن يروي الأمور على نحو مناسب. وإذ شتم مرة فلم يلقي مقاومة، أخذ يفقد كل تحفظ شيئا بعد شيء، كما يحدث ذلك دائما لبعض الأشخاص، حتى لقد كان من الممكن وقد بلغ ذروة حنقه أن يمضي إلى حد البصق، لكن هذا الحنق نفسه قد أعماه، وإلا لكان قد لاحظ منذ مدة طويلة أن هذا الأبله الذي يعامله هو هذه المعاملة يفهم في بعض الأحيان كل شيء بسرعة عظيمة ودقة شديدة، ويجيد الرواية إجادة تامة، غير أن شيئا لم يكن في الحسبان قد حدث على حين فجأة. قال الأمير بغتة: يجب أن ألفت نظرك يا جبريل أرض ليونيتش أنني في الماضي كنت مريضا بالفعل، حتى لقد أصبحت كالأبله، ولكنني شفيت منذ مدة طويلة، وإنه لا يؤلمني أن أسمع أحدا يصفني بأنني أبله. ورغم أن المرء قد يعذرك بسبب ما أنت فيه من خيبة الآمال وسقوط الأماني، فقد شتمتني حتى الآن مرتين أو ثلاث مرات، وهذا ما لا أرضى عنه البتة، لا سيما وأنه لا سبب له، وإنما أنت تندفع فيه اندفاعا وتسترسل فيه استرسالا بغير داع منذ أول لقاء بيننا. أفلا ترى والحالة هذه ما دمنا الآن عند مفترق طرق أن نفترق هنا؟ فتذهب يمنة وأذهب يسرة، إن معي 25 روبلا، ولا شك أنني واجد فندقا أبيت فيه. أحس جانيا بخجل شديد واضطراب كبير، حتى لقد احمر وجهه من شعوره بالعار لأنه أخذ هذا الأخذ بغتة على وجه لم يكن يتوقعه البتة. قال معتذرا بحرارة، منتقلا من الشتم المخدع إلى التهذيب الرقيق: سامحني يا أمير، ناشدتك الله، إنك لترى ما أنا فيه من شقاء، أنت لا تعرف بعد شيئا، فلو عرفت كل شيء لغفرت لي بعض الغفران حتما، وأن يكن سلوكي هذا لا يغتفر طبعا. أسعى الأمير يطمئن قائلا: لا أطلب كل هذه الاعتذارات، إني لا أدرك أنك قلق مضطرب، وأن هذا هو السبب في شتمي. طيب فلنذهب إلى بيتك، أنا من جهتي يسرني هذا. كان جانيا يقول لنفسه أثناء السير وهو يلقي على الأمير نظرات كره وبغض: لا، يستحيل أن أتركه الآن، لقد أخذ مني هذا الوغض كل ما كان يريد، وها هو ذا يرمي عن وجهه القناع. إن في الأمر شيئا مختفيا، سوف نرى، سوف يتقرر كل شيء، كل شيء في هذا اليوم نفسه. وكان قد وصل إلى الدار.